السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اي مدو اياتهم دايرين؟ لاباس عليكم. نهار مشمش اليوم عندنا احنا في وجده، ان شاء الله تنتم تكونوا في احسن الاحوال. صراحه فرحانه بزاف، وغادي نقول لكم علاش نشارك معكم هذه الفرحه ديال اليوم. غادي المهم احنا خارجين بعدا للمدينه ان شاء الله، واحد الدويره خفيفه وراها تما معايا. اول حاجه نتمناها لكم في هذا الفيديو، كل واحد دخل وشاف الفيديو ديالي، ان شاء الله نتمنى له الحظ الوفير، الصحه والعافيه، ويحفظ له ربي الوليدات والعائله واي واحد عزيز عليه في الدنيا. الفرحه ديالي بغيت نشاركها معكم انني اليوم غادي نشري الماشينه لافي. غادي تجيكم بيزار، ولكن الصراحه راه تقهرت بالصابون، هذه فايته شهر وانا كنصبن بيدي، واخا عندي في الدوش الماء سخون، زعما كنت كنصبن بالماء سخون، ولكن غير هذاك لو في انك تصبني والظهر، زعما الصراحه الله يحسن العون للناس اللي ما عندهمش الماشينه لافي. هذه الثلاجه اللي كنت شريت مؤخرا، يلا بواحد السيمانه من دخلت للدار كدير 4700 درهم، كنحسبوها لنا ب 4500، نقصوا لنا 200 درهم، لا مارك سامسونج 450 يوترو. من بعد غادي نشاركها معكم نهار اللي ندير الفيديو ديال الكوزينه. هنايا غادي نشارك معكم بعض الماركات. انديزيت 6 كيلو هكا جايه في الجريد كدير 2600 درهم، واللي جايه في الابيض كدير 2300 درهم. صراحه باش تلقى ماركه معروفه في الماشينه لافي وتلقى الثمن مرفق شويه صعيب. هذه هي اللي غادي ناخذها ان شاء الله، اريستون كدير 2600 درهم 7 كيلو. انا كنت نتمنى انني نشري 7 كيلو هكا باش ما تهز لي شويه بزاف. درت المحلات كاملين ديال سوق الفلاح. هاد المحلات من هنا كنت خديت انايا الثلاجه، ومؤخرا خديت حتى الماشينه لافي. بالنسبه للناس اللي ماشي ولاد وجده وكانوا طلبوا مني انني ندير لهم بعض المحلات تجاريه هكا اللي كيشريو منهم لي زيكتروميناجي، سوق الفلاح احسن من اي بلاصه اخرى. فين 250؟ 250 هشام. خيصه كي جات؟ مزيانه. واش نديرو؟ نشريوهاش. بدو نشوفو ان شاء الله. وحنا في طريقنا كنشوفو لقينا هذا المحل كيبيع هكا اللوحات وهذا الشيء نتاع لي بلاطو هكا. صراحه عجبني هذه بزاف، كدير 450 درهم. انا غادي نولي نوريها لكم باش تشوفوها مزيان، ولكن بواحد المنظر واحد اخر، كتجي هكا مركبه صور. ها هي في الاول كان فيها الصوره ديال الله، وهذه هنا هذا المنيدير 450 درهم، صراحه رائعه جدا جدا. كيدير هكا اللوحات على الثوب، وكيدير اللوحات هكا ديال الزاج، وهذا كيجيو زوينين. وبالنسبه للناس اللي بغيو يشريو هكا اللوحات، راه هنايا اثمنه جد مناسبه، تقدروا تشوفوا ام فاصل سوق الفلاح كاين هذا السيد هذا. بالنسبه لواحد السيده كانت سولتني على لامارك ديال الفور ديالي، كان شافتني درت شي وصفه بالفور. المهم ايتيمات، راه ماركه زوينه، ماركه تركيه. انا كنت خديت الحجم الكبير ديالها 850 درهم في ديك الوقيته، دابا تقدر تكون غير ب 800 ولا اقل، وهذا لا طاي مويان ب 700 درهم. ولاد وجده هنا يبانو هكا رانوها باريده. شوف ولادي شوف. وردوا عليا الخبار، انت اللي ذوق ورد علينا الخبار. هنا كنا باغيين غير نضربوا هكا دويره في وسط المدينه، كما كتعرفوا ما يمكنش غادي نوصلوا حتى للمدينه ما نضربوش دوره، نشوفوا هكا حويجات وهذا. والحمد لله اللي فتنا، يعني لقينا شي حويجات مزيانين في الثمن. غادي نشارك معكم بعض المشتريات اللي خديت في اخر الفيديو. وهنا ما يمكنش غادي نفوتوا على صحاب البودان بلا ما ناخذوا واحد الساندويتش، صراحه درناها في يد الله سبحانه وتعالى، واخا راه هذا الشيء تاع كورونا وهذا كلينا برا. المهم هانتوما الوليدات شحال فرحانين، كيعجبهم هذا المنظر واخا هذا ما كانش فرحان، ما فعلاش. بيس عليكم.
ماشي انتي اخواتي، ها هي في الهوندا. انا كما قلت لكم راني فرحانه ناشطه الحمد لله. انا اللي بصحتي الصراحه. ولدي عجبو هاد المقرونيه بالالوان، اول مره نجربها. الا كان عندكم شي ملاحظه عليها عفاكم قولوا لي، حيت ما عارفاش واش صحيه ولا لا. المهم خديت هاد الخبز ديال الساندويتش 5 دراهم الوحده، ها كنتهنى بعدا واحد الفتره من هاد الخبز. العجين ديالو هذا، وهنايا فضلت انني ندير لهم واحد الكيكه خفيفه للكوتي باش هكا تسهل عليا نبقى نفكر في الكوتي. كما كتشوفوا معايا مقادير جد بسيطه، كاس زيت، كاس السنيده، وكاس حليب، رشيشه ديال الملح، واحد الخنيشه ديال الفاني، شويه ديال اللوز مهرمش، وغادي نضيف جوج ديال الخمارات، كاكاو، المر جوج معالق، مع الدقيق حسب الخليط. في هاد الاثناء الفران ديالي راه مشعول، يعني راه مسخنا الفران. من دخل الكيكه كنقص لها ونخليها طيب تقريبا واحد 30 دقيقه. عندي المول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، صايي غادي ندخلها. انايا ولادي كيعجبهم تقريبا هاد الكيك ديال الكاكاو المر ديال الشوكولا. طبعا الا ما كنتوش تبغيوها تكون هكا كحله كامله، تقدروا ديروها بيضه غير واحد الخويط هكا عجينه سوداء وديروا هذاك الشكل الرخامه. كتزيين بسيط، فضلت انني ندوب غير شويه ديال الشوكولاته هكا تارتيني، ودرت خويطات، وغادي نزينها بمورصويات ديال البنان. مهم كما كتعرفوا الانسان ملي كيكون عيان كيبقى يخترع شي حاجه اللي هكا بسيطه اللي ما تاخذوش بزاف ديال الوقت، وهذا هو اللي خرج من يدي اليوم. في هاد الاثناء هشام ركب لي الماشينه لافي ديالي، يا خيري ويا خيري، راني فرحانه بيها. وكنت شوفوا شحال راني جامعه ديال الصابون، المهم ما بغيتش نوريكم باش ما تخلعوش. المهم هنا الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو، بقى لي انني نشارك معكم المشتريات اللي شريت لوليداتي وليا. ان شاء الله هاد الماركه تكون مزيانه، اللي كان عنده شي فكره على هاد لامارك يقولنا عافاكم في التعليقات. الصراحه انا مازال ما عارفاش كيفيه الاستعمال ديالها. وهنايا كما كتلاحظوا معايا شريت لولدي الكبير هاد الجاكيت، هاد البونبونه كيقول لهم بونبونه ياك. المهم هاد اللون هذا لو فيغ ميليتير، وشريت له واحد البروتكال باش يسخن رجيلاتو. غير كملاحظه، واحد السيده كانت دخلت عندي مؤخرا قالت لي نتوما كتبغيو غير الربح من اليوتيوب وكتبغيو المشاهدات وكذا وكذا. المهم انا راه مازال ما خلصت الخلصه الزاجه ديال اليوتيوب، راه ما فايتها شهرين. الا كان هذا هو الربح اختي كنتمناه لك حتى هي. حنايا كنديروا مجهودنا اننا نزيدوا ناميليوريو في الحياه ديالنا ونتقدموا شي شويه، ولكن الانسان ديما حاضي، واخا حاضي قنوات صغار. انا عاد قناه صغيره، مانيش عارفه علاش الانسان كيبقى يحضي بزاف. من الاحسن اننا ما نبقاوش حاضين بعضياتنا ونتمنوا الخير للناس. هذه راه غير الخليصه ديالي الحمد لله، اللهم لك الحمد. شريت بها هاد الكسيوه، هاد الجويكيتات لولادي، وهذا الكسوه ديال ولدي الصغير، وانا شريت هاد الجليليبه. كما كتلاحظوا راه ماشي شي حاجه غاليه اللي بنادم يبقى يحضي بها ولا يقول لك راه الربح من اليوتيوب. فين راه هاد الربح؟ غير قولوا لي الله يخليكم. حنا كنبدلوا مجهودنا والكمال على الله سبحانه وتعالى. المهم هاد الهضره غير بين قوسين، وسمحوا لي بزاف المتتبعات ديالي الغزالات اللي ديما كيتبعوني وكيحاولوا انهم يشجعوني بتعاليقهم ويديروا لي جيمات، كنقول لهم شكرا والف شكر. بالنسبه للجليبه ديالي عجبوني فيها هاد لي كولور ديال هاد الوريضات، صراحه جايين غزالين. وكما قلت لكم راه الثمن ديالها يعني راه باين في السوق، ماشي شي حاجه غاليه. نتمنى ان شاء الله ان هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش كما ديما بتعليقاتكم الغزاله، وبالنسبه الناس اللي اول مره يزوروا القناه وتعجبهم القناه ديالي، نتمنى انهم يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد ويشجعوني. انا متمنيه ان تشجيعاتكم تكون كثيره في هذا الفيديو باش نحاول انني نبذل مجهود اكبر. نتمنى ان شاء الله انني نلقاكم في احسن الاحوال. الى اللقاء، فيديو جديد.